طيب يبقى الافضل كده ان احنا ناخد جوله على الطبيعه والدكتوره رنا حمدي نائب مدير المستشفيات بالمعهد القومي للاوراق. ده الدور اللي فيه الخاص بالاطفال بتاع اليوم الواحد، صح كده؟ بتاع علاج اليوم الواحد للعلاج الكيميائي. تمام. يعني عدد الاسره هنا قد ايه في احنا هنا عندنا 34 كرسي مخصصين لطلبه العلاج الكيميائي. احنا تقريبا بنستقبل في اليوم من 100 ل 150 طفل في اليوم. في اليوم في اليوم اللي هو اليوم الواحد اليوم اللي هو الواحد بيجي يتعالج ويروح بالظبط كده، اللي بياخد الجلسه بتاعه العلاج الكيماوي ويروح. يعني معظم الموجودين النهارده بياخدوا الجلسه ويروحوا ان شاء الله. بس في عدد ممكن يتبقى، ممكن تكون الجلسه على كذا يوم، فهو ممكن يكون بيروح ويجي تاني يوم الصبح يكمل. تمام. لكن ما عندناش ازمه لو حد قعد؟ لا 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 خالص، هو ممكن جدا يبات لو المكان بتاعه بعيد، ولا ممكن طبعا يبات لو او لو الحاله لو الحاله تستدعي. طبعا لو الحاله تستدعي ساعتها بيبقى بقى بيتحجز في السرير الداخلي. كنت عايز اسال بس الخدمات هنا نوعها ايه؟ يعني انتوا بغض النظر عن الدكتوره موجوده معانا، يعني انت شايفه انه يعني خدماتنا كويسه جدا من الكبير للصغير صراحه، يعني كويسين جدا معانا. حضرتك من ايه؟ انا مش شقايه. بتيجي كل يوم؟ لا باجي كل يوم. يعني حضرتك جيت هنا النهارده الساعه كام؟ انا كنت باخد اشعاع، فعشان كده بقيت امبارح بالليل بقيت في دار الضيافه، فجيت الصبح. عشان كنت باخد اشعاع. تمام. البنوت عندها كام سنه؟ عندها 7.5. بقى لك كام سنه بتتعالجي؟ لا انا بتعالج من 2018 عشان كنا بطلنا ورجع تعب التاني يعني. فمن 2018 انا بتعالج. دكتوره يعني بالنسبه للحاله مثلا، يعني انتوا بتبقوا متوقعين انها تقعد كام سنه ولا احنا كل مرض وليه بروتوكول علاج، وكل بروتوكول علاج المفروض ليه عدد معين من الشهور او السنين لعلاجه. ولكن احنا حتى بعد ما بنخلص البروتوكول بنفضل نتابع المرضى بتوعنا لمده 10 سنين بعد انتهاء العلاج، لان احنا متوقعين زي ما هي كده انتكاسه علشان نرجع نعالج بخط علاج اخر.